نتكلم مع حضراتكم عن كواليس المباراه النهائيه النهارده في كابيتانو مصر. دلوقتي معانا على التليفون دكتور ماجي الحلواني العميد السابق لكليه الاعلام جامعه القاهره. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وطبعا يعني انا سعيده بوجود حضرتك معايا النهارده، واعتقد انه برنامج الكابيتانو هيفرق كتير مع الرياضه المصريه، وحضرتك طبعا يعني من اسره كرويه كبيره وعارفه الرياضه زمان كانت عامله ازاي ودلوقتي بتتغير تكون عامله ازاي. أكيد أنا سعيدة جدا بكلامك ووعيك وفهمك للموضوع، وفعلا ده مشروع يعني كبير جدا لمصر، قاده السيد الرئيس مع الشباب الواعد، وفعلا النهاردة كان يوم جميل جدا بحضور سيادته طبعا، وشرف يعني أنه يأتي للمباراة النهائية، فده تكريم للشباب نفسهم اللي حسوا طبعا مدى يعني السيد الرئيس بيقدرهم ويشجع الشباب ويدعمهم، لأنها كانت من فكرته يعني الحقيقة زي ما بنسمع دايما يعني. فأنا بحييه، والحقيقة كان نفسي أقول له كلام كتير، بس طبعا الوقت ما أسعفش الجميع لأنه طبعا وراه مسؤوليات ومشغوليات كتيرة، لكن كان يوم جميل جدا طبعا زي ما قلت. طبعا على الشاشة جمهور المشاهدين شايفين كابتن علي أبو جريشة، طبعا قيمة وقامة رياضية كبيرة جدا، كان فريقه ضد فريق كابتن حمادة أمام الله يرحمه. عايزة أتوقف معاكي هنا يا دكتور ماجي، إطلاق اسم كابتن حمادة أمام على الفرقة والتخليد لذكراه، وقد إيه ده فرق مع حضرتك، شفتي ده إزاي؟ أكيد طبعا جميل لأنه يتم تكريمه من خلال إطلاق اسمه على فرقة من فرق المجموعة الحقيقة. ويمكن حضرتك شفتوا أن أنا بقدم برضو للسيد الرئيس كتابي أنا عاملاه عن إمبراطورية إمام الكروية، فأهديته له وبأمل طبعا أنه يقراه يعني سيادته، وقلت له أنه هي أول عائلة ويمكن آخر عائلة في العالم اللي فيها الجد اللي هو يحيى إمام ثم الابن العميد حمادة إمام ثم الحفيد حازم إمام، وكلهم كانوا كباتن مصر وكباتن نادي الزمالك. فكان فرصة جميلة أن أنا كان لي حظ أن أنا أديله هذا الكتاب اللي بيلقي الضوء على مسيرة هذه العائلة الكروية الجميلة يعني. صحيح يا دكتور، والرموز والأسماء واهتمامهم والاهتمام الإعلامي باللي حصل في الكابيتانو، حضرتك شايفة ده ازاي يفرق في نفسية اللعيبة اللي احنا بنتكلم ان احنا عايزين نصنع نجوم جداد في مصر من الجيل الجديد؟ لا جميل طبعا، يعني يمكن ما جاتش بس في طبعا في النشرة، كمان الجوائز يعني الحقيقة كان طبعا السيد الوزير بقى وقف واداهم الجوائز مع مجموعة يعني أنا كنت من ضمنهم طبعا، وكابتن علي أبو جريشة وكابتن أحمد حسن وكابتن محمود سعد، و يعني على اساس انهم اعطوا لكل ذي حق حقه يعني افضل لاعب افضل حارس مرمى زي بقى الفرق الكبيره بقى وكاس العالم والكلام ده الجميل يعني. فالجميع فرح يعني، يمكن فريقنا فريق حمادة امام خسر لكنه فاز باكثر الجوائز من حيث احسن لاعب واحسن حارس مرمى واحسن هداف يعني. فالحقيقه كان في تنوع، طبعا الكاس الجميلة بقى دي الكبيرة فاز بيها فريق كابتن علي أبو جريشة وكابتن اليماني اللي هو المدرب القدير، وكابتن طارق السيد كان مدرب فريق كابتن حمادة إمام. فكانت ليلة جميلة أو يعني يوم كامل جميل جدا مع الكباتن اللي واقفين طبعا المدربين كلهم كابتن عبد الستار، كلهم قمم رياضيه الحقيقه موجوده. فالشباب لما يشوف مدرسه القمم طبعا بيامل انه يكون زيها، وان شاء الله يبقوا افضل منها وافضل 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 باذن الله. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره ماجي الحلواني، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.